Good afternoon, my pupils. درسنا اليوم unit 2, lesson 8. The title of this lesson, Let's Sing. دعنا نغني. الexercise بعنوان Listen, Point and Sing, Write the Adjectives. اصغي, أشر وغني وأكتب الصفات. طبعا اصغي لازم أسمعكم تسجيل, بس أنا آسف ما أقدر أسمعكم تسجيل لهذا الدرس لأن عندي أكو خلل بالتسجيل هذا التراك هذا, فراح تسمعوه من عندي بصوتي يعني. طبعا هي أغنية, عنوان الأغنية طبعا هنا تشوفون أنا خافية هنا تمرين الحل, بعدين سنفتحها. الأغنية تقول عنوانها العفو What are they like, ماذا هم يبدون. راح نسمع أن أقرأ لكم الأغنية. الأغنية راح أتكلم على صفات لحيوانات سبق وإحنا أخذناها بدروس سابقة. الصفات اللي adjectives راح نقولها بالأغنية هي ذني, friendly, gentle, friendly ودود, gentle قلنا محترم أو حنون, sleepy نائم, وراح تسمعون أيضا sleeping, big كبير, intelligent ذكي, lazy كسول, greedy جشع أو طماع, dangerous خطر. هاي صفات احنا اخذناها بدروس سابقة ولحيوانات معينة درسناها. هذا التمرين طبعا كلش مهم, يدربكم على امتحان الليسنينج عندكم كل شهر انتم عندكم امتحان اتصور ليسنينج يعني ضمن الدرجات اليومية مالتكم. بس حتى لو المدرسة مالتكم ما تمتحنكم ليسنينج بالشهريات, بس بنص السنة واخر السنة اكيد اكيد اكو امتحان ليسنينج, يعني لازم امتحان listening. listening شنو؟ انه الطالب ما يطوي أسئلة مكتوبة او قطعة مكتوبة مثل التحريري. المدرسة مالتكم تقرأ لكم نص قطعة paragraph ويوزعوا لكم اوراق. هاي الاوراق بيها مثلا جمل تحط عليها صح او غلط yes or no, او جمل بيها كلمات ناقصة وحطت لك اختيارات كلمتين تختار الكلمة الصحيحة. فانت راح تسمع الصوت من المدرسة يعني حتقرا لك اياه, فراح تسمع من راح تسمع تقرا لك اياه مره او مرتين او ثلاثه ماكسيموم ثلاث مرات يعني مو اكثر. من راح تسمع وبعدين راح الاسئله موجوده بالورقه عندك, فراح تحل حسب اللي سمعته. بس يحط لك يعني فراغات وجمل سمعت على شنو مثل حسب السؤال اللي حاطك اياه. فهذا تدريب على انه طالب يدربوه على انه مو بس يعني اكو ناس مثلا بس من تقرا تفتهم, بس من تسمع واحد يحكي انجليزي ما تفتهم عليه. فهذا الليسنينج مهاره الليسنينج مهمه يعني مهاره مهمه حتى يدرب الطالب من صغره انه مو بس من يقرا كتاب يفتهم انجليزي, حتى لو من يسمع واحد يحكي انجليزي هم يفتهم عليه. من يتدرب على تمرين الليسنينج ويعرف شلون يحكي يجاوب مثلا على عن طريق بس الاستماع مو بس عن طريق الشيء مكتوب قدام نص. فأنا هسه حاليا راح أقرأ وأنتم عليكم تنتبهون علي وتنتبهون. راح أقول أسماء حيوانات وأعطيها صفات من هاي الصفات. طبعا هسه أنا خافية التمرين هذا لأن يعني هو التمرين هو نفسه يعني الأغنية كلمات الأغنية ومحلول طبعا, فأني فخفيتها بس أريدكم بشوي تدربون. راح أقرأ النص وراح أتكلم على حيوانات إحنا سبق وأخذناه ما عندنا حيوان جديد, وأعطي لكل حيوان صفة من هاي الصفات. حتى من نرجع نفتح حسن وأخر هاي الورقة ونرجع نحل التمرين تذكر أنت شنو نذكر شنو سمعنا على كل حيوان شخذنا صفة عليه. أوكي هسه راح أقرأ وأريدك تنتبه علي زين. What are they like? Five big snakes went crawling up a tree. They looked all around. What did they see? They saw dangerous lions sleeping in the sun. They saw friendly dolphins having fun. Then they saw a monkey, intelligent but lazy, eating bananas 1, 2, 3. They saw a greedy mouse eating lots of cheese.
They saw a gentle cat sitting on my knees. Then the snakes were sleepy. They crawled up time. We all leave them now and say good night. راح أعيدها مرة ثانية وأريدكم تركزون بعد أكثر. تحاول تنتبه كل حيوان أنا شنو اعطيته صفة، حتى رأسا مثلا راح أشيل هاي الورقة وشوفها محلول تقول إيه صحيح أنا انتبهت إنه قلنا مثلا أسرح أقول مثلا لاينز شطينا صفة، سنيكس شطينا صفة، وهكذا. Five big snakes went crawling up a tree. They looked all around. What did they see? They saw dangerous lions sleeping in the sun. They saw friendly dolphins having fun. Then they saw a monkey, intelligent but lazy, eating bananas 1, 2, 3. They saw a greedy mouse eating lots of cheese. They saw a gentle cat sitting on my knees. Then the snakes were sleepy. They crawled up tight. We all leave them now and say good night. سمعنا التسجيل وأثناء عفوا التسجيل شو أنا سمعنا سمعته من عندي النص وسمعته هاي الصفات اللي قلتها، يعني قلت هاي الصفات كلها بس قلت لكم سليبي ويا سليبينج أيضا على نوع من الحيوانات. هسه راح نشوف الحل. هسه رفعت لكم الورقة تشوفون الحل. What are they like؟ ماذا هم يبدون؟ Five داش snakes went crawling up a tree. طبعا crawling up يزحف على الشجرة. خمس أفاعي ذهبت went ذهبت، طبعا ال went هو الماضي مال go، اكتب لكم اياها حتى بعدين خاف تحتاجوها. الماضي مال go went، الماضي مال go، go بالمضارع وال went بالماضي. ذهبت crawling up a tree تزحف على تزحف على الشجرة. أنا جيت من قرية النص five شنو five big، تمام؟ ممكن طالب يقول يعني مو شرط اللي أنا أسمع مبينه هي big أكتب يعني كبير، لا مو مبينه هي، ممكن أكتب واحد على مسألة ما انتبه على التسجيل ممكن يقول dangerous خطرة، تمام؟ ممكن يقول five dangerous snakes went crawling up a tree، خمس أفاعي خطيرة ذهبت تزحف على تزحف على الشجرة. فضروري ننتبه على يعني الطالب يعني ما يستهزئ العفو بالتمرين وينتبه إنه قلنا بيج ما قلنا دنجر، صحيح دنجرس ترهم، ويعني لو نقول كجملة عادية نكون جملة ممكن نقول عليها دنجرس ممكن نقول عليها بيج، بس إحنا سمعناه بالنص هو بيج فننتبه. Five big snakes went crawling up a tree. They looked all around. هم ينظرون حولهم. All around. What did they see? ماذا هم رأوا؟ They saw هم رأوا. من هم دولي؟ Snakes. الأفاعي. إشراو. They طبعا هنا saw جرتكم خط هي الماضي مال see. See يرى بالمضارع. Saw رأى بالماضي. They saw هم رأوا lions sleeping in the sun، أسود نائمة in the sun في الشمس. إيش قلنا أني على وين lions قلت dangerous، أوكي فنخلي نحط بالفراغ dangerous. They saw dangerous lions sleeping in the sun. They saw هم رأوا داش dolphins having fun، الدلافين تستمتع باللعب وباللهو. شو قلنا على الدولفينز؟ شو قلت أنا من قرية النص على الدولفينات؟ قلنا friendly ودودة أو لطيفة. They saw friendly dolphins having fun. Then ثم they saw هم رأوا a monkey قرد
ايش قلت انا المانكي بالنص intelligent ذكي but ايش قلت lazy كسول eating bananas 1 2 3 بس ياكل البنانة 1 2 3 eating bananas 1 2 3 بعدين قريت they saw هم رأوا داش ماوس eating lots of cheese ايش قلت على الماوس اللي eating of cheese greedy جشع هم رأوا الفأر الجشع يأكل كمية كبيرة من التشيز بعدين they saw هم رأوا داش cat sitting on my knees knees يعني ركبتين ني ركبة بلا اس ني ركبة knees ركبتين الكي هنا بالركبتين كلمة ركبتين ما تلفظ الكي هنا silent يسموها knees بس نقرأ من هنا knees هاي جمع نشيل الاس تصير ني ركبة واحدة they saw هم رأوا a gentle ايش قلت انا الكات جنتل يعني لطيفة حنونة احنا قلنا جنتل تحمل هواي معاني كات sitting القطة الحنونة تجلس على ركبتي هاي الطفلة then ثم the snakes هاي الأفاعي من شافت هاي كل حيوان then the snakes الأفاعي where كانت sleepy نائمة نعسانة من تنوم تنام الأفاعي they crowd up تاي crowd up تاي يعني crowd يعني شو رح نقول تلتف حول نفسها حركة لولبية فالتفت حول نفسها هيك حركة لولبية وتاي بشدة يعني بقوة كلش طبت نفسها to sleep تنام يعني we all leave them now نحن سوف ال all we all يعني we will نحن سوف اختصار لكلمة will ال all هاي اختصار لكلمة will سوف we will يعني احنا نقري we will بس مختصرة will نقراها we'll leave نحن سوف نغادر leave نغادر them نغادرهم الآن now we'll leave them now نحن سوف سوف نغادرهم الآن and say ونقول good night تصبحون على خير فهذا التمرين قلت عليه مهم جدا تدريب على ال listening ممكن حتى تاخذوا له صورة للحل ومن تدربون تدربون امتحان listening تدربون عليه تفتحون التسجيل هذا مال لسن فيديو لسن 8 وما تشوفون الحل يعني قدامكم بس تضغطون الورقة مثل ما أنا سويت وتحاولون تسمعون كل حيوان ايش قلنا عليه صفات وايش او بس طلعون بس ذني الادجكتيفز ذني وتأشرون عليها مثل هاي قلنا عليها هسه بالبداية بعدين قلنا على هذه وهكذا تدربون نفسكم عليه على الليسنينج ناو فتحت لكم هسه اني الاكتيفيتي بوك كل مرة احنا نكمل البيوبلز بوك نكملها صفحتين وبعدين نجي نحل نفتح الاكتيفيتي هالمرة لا لانه شفت الاكتيفيتي هنا عندكم عنوانه ايكون ايضا نتكلم على الادجكتيفز الصفات فما دامنا احنا هسه درسنا على الادجكتيفز الصفات اللي هسه قبل شوية سمعنا النص وحلينا دربنا على الليسنينج فحتى هنخلينا بنفس يعني المود مال الدرس مثل ما نقول ونتكلم ايضا على الصفات بعد اكثر حتى نضبطها زين التايتل انا هسه انا فاتحه اوبن يور بليز اوبن اكتيفيتي بوك يونت 2 لسن 8 اكتيفيتي بوك بيج 34 صفحه 34 ذا تايتل اي كان انا استطيع شنو اي كان انا استطيع يعني انا يعني كانما تحشون تحدي انا اقدر احل ذني التمارين لانه قلنا لسن 8 هو ملخ يعني تقريبا شبه مراجعه للدروس العفو لسن 8 نعم شبه مراجعه للدروس اللي اخذناها باليونت 2 من 1 الى 7 واتس ات لايك ماذا انه يبدو Color the adjectives green for positive and red for negative. يقول لك لون الصفات color the adjectives green بالأخضر
فور بوزيتيف، هاي خليناها مره، اخذنا مال بوزيتيف نيجاتيف، تذكروها بدروس بدايه اليونت. البوزيتيف الصفات الايجابيه اند لونها بالاخضر green for positive and red وبالاحمر for negative الصفات السلبيه. فاني هاي ملونتكم اياها. هنا عندنا نجي على الصفات الايجابيه، سنبدي بالايجابي طبعا. green for positive اللون الاخضر للصفات adjectives green for positive، الصفات الخضراء للصفات الايجابيه. عندنا gentle، قلنا محترم ودود لطيف. intelligent ذكي، friendly أيضا ودود. playful مرح. social اجتماعي. brave أدنى يعني شجاع. interesting مهم أو ممتع تجي. helpful مساعد، help يساعد، helpful مساعد. هذه صفات إيجابية. الصفات for negative لونها بالأحمر dangerous خطر، greedy جشع أو طماع، lazy كسول. هذا بالنسبة للحل. الاكسرسايز بي يقول لك read and correct the mistakes، اقرأ وصلح الخطأ. يعني هواية هواية حلين تمارين على correct the sentences correct the mistakes صلح الخطأ. ليش؟ حتى يدربون الطالب من صف الخامس ابتدائي شلون يكون جملة، ترتيب الكلمات صحيحة من ناحية ترتيب الأوردر، يعني word order ترتيب الكلمات، أو من ناحية الجرامر وأيضا من ناحية البنكتويشن مارك علامات التنقيط والسبلنج الإملاء أيضا. فهاي التمارين يعني كلش مهمة، التلميذ تكون لك كأساس يصعد للسادس والمتوسط والإعدادي، يعرف شلون يكون جملة ويعرف أني شي يحط شو نوع الفعل، هذا لازم قبل هذه، هاي الكلمة لازم قبل هذه وهكذا. يقول إننا بالبداية سرح ناخذ رموز لكلمات. You are going to help mark a pupil's homework، يعني هذا يتكلم مع المدرس، أنت سوف تساعد يعني تساعد التلاميذ بالواجب البيتي مالتهم. The teacher has put، المدرس has put يضع these correction marks يعني إشارات التصحيح next to the mistakes يعني بجانب أو مقابل الأخطاء. إشارات التصحيح يعني هنا يحطوا لنا إشارات التصحيح correction marks. Can you help correct the homework؟ تقدر أن تصلح يعني كواجب بيتي. Use these symbols، استعمل هذه الرموز. هاي الرموز بقى هاي لازم تحفظوها. ال V يعني اختصار لكلمة verb، و verb يعني فعل. SP يعني wrong spelling، بنشوف SP يعني wrong spelling يعني شنو؟ يعني الإملاء خطأ، spelling تهجي، wrong خطأ، wrong spelling يعني التهجي غلط أو الإملاء خطأ. C يقصد ب capital letter، المفروض بهاي الإشارة أو بهاي الجملة أكو لازم حرف ينكتب capital letter. WO يعني word order، ترتيب الكلمة، ترتيب الكلمة. W W wrong word يعني كلمة أصلا خطأ، يعني هي تنشال الكلمة وتنحط لازم فرض غير كلمة. هذه هنا يعني يقول لك هنا المدرس مالكم يحط لكم هنا جمل، ممكن يجيب لكم إياها بنفس بالامتحان الشهري، ممكن يجيب لكم إياها بنفس الصيغة مثل هذا التمرين عين، ممكن تغير الجمل إيه بس كطريقة حل نفس الطريقة حل. فليش أنا أقول يعني لطالب أن يقرأ لازم يقرأ بتركيز وينتبه على تركيبة الجملة أثناء القراءة، يباوع الإزوين هنا شنو حطينا هنا ليش حطينا هيجي، يعني مو بس يقرأ هيجي بدون تركيز. حتى من تجي للجملة مثلا نقول له correct the order sentences يعني صلح ترتيب الجملة أو تجيب لكم هيجي هيجي نوع من تمرين، فأنت قد ما أثناء القراءة المستمرة طبعا القراءة المستمرة واليومية، قراءة مستمرة ويومية، مش تقرأ مو تقرأ كتب خارجية، تقرأ المنهج مالتك، مش أخذت باليوم تروح ترجع البيت تقرأ بنفس اليوم، دائما دائما يعني على طول السنة الدراسية، فأكيد أكيد يعني بالنهاية المحصلة راح تكون جيدة،
وراح تعرف يعني اوتوماتيكيا كانما تعرف ترتيب الجمله. لا هنا انا دائما اقرا مثلا اذا ما تجي هنا أنا تجي هنا أنا. لا انا دائما اقول ورا ذي اكو ار، لازم يعني هيك الطالب حتى يصعد للسادس الاعدادي وللمتوسطه هو يعني اساسه قوي ويكون الانجليزي عليه سهل وما عنده اي عقده واي مشكله بالانجليزي. فهسه احنا قلنا هنا أنا هاي قطعه My most interesting animal is the shark. يعني حيواني المفضل أو المهم بالنسبة لي هو الشرك، القرش. كاتب لنا قطعة، هاي نص قطعة على الشرك، على السمك القرش، بس هي على شكل طبعا جمل. هنا أنا حاعطيكم إياها. أول شيء نقرأ There is over 400 species species of sharks. They are ancient. عيد الجملة مرة ثانية. There حطنا is over 400 species of sharks. They are ancient. يعني يوجد over أكثر من 400 نوع species، يعني نوع of sharks من القرش. They are ancient، يعني هي قديمة. ancient animals حيوانات قديمة. هنا الخطأ وين حاط لنا اياه؟ هو is، فحاط لي هنا بقى الرمز v. شنو v؟ قلنا verb، هاي تحفظوها المفروض. v ال v يقصد بي verb، يعني الخطأ بالفعل. اكو بهاي الجملة خطأ بالفعل. الفعل المفروض شي يكون حط لي is، المفروض يصير are. there are، لان يعني جمع لي يقول لي over 400 species of sharks، يعني يوجد اكثر من 400 نوع من القرش. 400 نوع من اسماك القرش، فما دام جمع 400 نوع من اسماك القرش ف نحط are ما نحط is. they are ancient animals، هي حيوانات قديمه. Some sharks lived at the same time as the حاطلنا هاي الكلمة. هاي الكلمة حاطلنا شنو ببالها؟ SP. شنو SP؟ wrong spelling، يعني الإملاء خطأ. يعني هاي الكلمة إملاءها خطأ. الكلمة الصحيحة هي بعد ما نقراها dinosaurs. شنو dinosaurs؟ أقرب لشنو؟ dinosaurs. dinosaurs مو dinosaurs. فهنا some sharks lived at the same time، يعني بعض الأسماك القرش عاشت في نفس وقت، يعني في نفس وقت as the dinosaur. يعني ليش قلنا they are ancient animals؟ هي حيوانات قديمة، يعني بعض من حيوانات من أسماك القرش عاشت كانت تعيش في زمن الديناصور. ديناصور انقرض من آلاف السنين، فهي كانت قسم من الحيوانات من أسماك القرش عاشت بنفس وقت same time ويا الديناصور. بس الديناصور بقى هنا محاوط لنا اياه وحاط لنا قباله اس بي. الاس بي يقصد بي شنو؟ بقى هنا المفتاح مالتها wrong spelling، الاملاء خطا، التهجي خطا. فانا صراحه لكم اياها دينا، هنا نحط او سورس ديناصورز. بعدين some sharks بعض الاسماك القرش are dangerous خطرة. For example، مثال على ذلك the great white shark. The great white shark، وحاط لي هنا قبال الوايت حرف سي. شو يقصد بالسي هنا؟ باوع capital letter. المفروض هنا هاي الكلمة المحوطة الدبليو المفروض تصير دبليو capital، capital letter يعني حرف كبير. فحوط محوط للدبليو كاتبها small فنسويها capital لأنه هو اسم. capital white shark and tiger shark. tiger ايضا محاوط لحرف T، ان هو هاي الجملة كلها وياها، اذا C يعني ايضا capital letter نكتبها، فنكتب T حرف capital. ال tiger shark يعني السمك القرش البربري يسموه، يعني كلش خطر، وهو حتى ياكل الاسماك وياكل الحيتان. هذا التايجر شارك ياكل الاسماك، ياكل الحيتان، ياكل حتى الدلافين ياكلها.
حتى الدلافين يأكلها يعني. هو يعتبر يعني شلون نقول عليه، يعتبر من اللي يعني أي شيء حتى لو يعني شيء ما يؤكل، يعني ما يؤكل هو يستطيع أن يأكله. يعني القرش يعني عنده ميل لبلع أي شيء يلقاه قدامه، حتى الغير قابل للأكل ممكن يأكله. من اسمه بربري، يعني مثل نقول همجي، أي شيء حتى لو مو قابل للأكل هو يقدر يأكله. وذلك يسموه بالعلم الحيوان، علم الحيوان سلة البحر، سلة مهملات البحر، سلة مهملات البحر. يعني أي شيء يشوف قدامه يأكله. طوله طبعا يوصل إلى أكثر من 5 أمتار، ويعيش بمفرده، ما يعيش يعني سوشيال اجتماعي ويا مثل الانس والكذا باقي الحشرات اللي اخذناها احنا. وهو قلنا ياكل السلاحف، ياكل الدلافين، ياكل الاسماك، القرش الاصغر من عنده طبعا، والاسماك والفقمات كلها يستطيع ان ياكلها، وياكل اي شيء قدامه حتى لو قلنا غير قابل للاكل. فهذه من الحيوانات الخطره. Some sharks are dangerous. بعض الأسماك القرش خطرة. For example، مثال على ذلك the great white shark، سمك القرش الأبيض العملاق طبعا. Great white shark، أسماك القرش البيضاء العملاقة. And tiger shark، القرش البربري يسموه. But the biggest sharks are usually not dangerous. لكن الأسماك القرش الأكبر biggest، الأكبر، هاي درجات المقارنة ما أخذتها بنتو صور يمكن are usually تكون عادة not dangerous، ليست خطرة. Nurse sharks يعني القرش الرضيع، السمك القرش الصغير الرضيع. Nurse sharks are the laziest، يعني يكون كسول. هاي اللي هنا ما عندنا خطأ. بعدين sharks القرش they حاطلي دبليو او، حاطلي اشارة بهاي العبارة اكو دبليو او. شنو دبليو او؟ word order، ترتيب خطأ. word order يعني كلمة، ترتيب الكلمة. فالشيركس they حاطلي move don't in cold weather، they move don't in cold weather. cold weather يعني الطقس البارد، move تتحرك. فما يصير مو نقول موف دونت، نقول دونت موف، دونت موف مو موف دونت. اذا قلنا وورد اوردر، ترتيب الكلمه دبليو او، عطلي دبليو او. فهي لانه اسماك القرش تعيش في المياه الدافئه، وورم ووتر، تعيش في الوورم ووتر بالمياه الدافئه، نوت كولد، مو بالاجواء البارده طبعا. فالشيركس they don't، نصيحتكم إياها don't move in cold weather. sharks الأسماك القرش have no bones، لا تملك no bones، لا تملك عظام. they have cartilage instead، بدلا عن العظام البونز، هي تملك cartilage يعني غضاريف، غضروف ما عندها عظام. بعدين حاط لي هنا اشاره دبليو دبليو. شنو دبليو دبليو؟ رونج وورد، يعني اكو كلمه خطا بهاي السطر، انتبه. دبليو كلمه خطا. كارليج ليتس ذم ران، حاط لي محوط لي ران، مور ايزلي ذان بونز، يعني الغضاريف ليتس ذم تجعلهم run more، يركضون أكثر، easily بسهولة، than bones من العظام. هي الكارلج اللي يقصد بها الغضاريف. عن نحكي على الشيركس، الشيركس هي تركض لو تسبح، تسبح. فالإذنان الغضاريف تجعلهم ليتس ذيم، تجعلهم من هم تجعلهم الشيركس أسماك القرش. بدال الران لأن قال لي أكو wrong word، كلمة خطأ، نعطيني إشارة دبليو دبليو، فمحوط لي الران لازم تصير swim. cartilage lets them swim more easily than bones، الغضاريف تجعلهم يسبحون بسهولة أكثر من العظام. أوكي، راح أقرأ القطعة مرة ثانية مع الشرح.
My most interesting animal is the shark. There حقرأها بالتصحيح طبعا. There are over 400 species of sharks. They are ancient animals. يوجد أكثر من 400 نوع من أسماك القرش. هي حيوانات قديمة. Some sharks lived at the same time as the dinosaur. بعض أسماك القرش عاشت بالماضي lived. عاشت في نفس الوقت مع الديناصورات. Some sharks are dangerous. For example, بعض الأسماك القرش هي خطرة. For example, مثال على ذلك, the great white shark, سمك القرش الأبيض العملاق, and tiger shark, والقرش البربري. But the biggest sharks, لكن الأسماك القرش الأكبر, are usually, تكون عادة, not dangerous, ليست خطرة. Nurse sharks, القرش الرضيع, are the laziest, كون كسول. Sharks, القرش, they don't move, لا يتحركون in cold weather, بالطقس البارد. Sharks have no bones, الأسماك القرش لا تملك عظام. They have cartilage instead, تملك بدلا عن هذا غضاريف. Cartilage lets them, الغضاريف تجعلهم swim more easily than bones, تجعلهم يتحرك يسبحون بسهولة أكثر من العظام. Now بس فتحنا الأكتيف البيوبلز بوك. بيوبلز بوك يونت 8 مليان تمارين وأشياء مهمة جدا. عفوا لسن 8 فتحنا بيوبلز بوك بيج 37. Let's play, دعنا نلعب. Choose a number and do the task, يعني اختار رقم وأدي المهمة. طبعا هو هنا كلعبة بس الهدف منها, طبعا هي مو لعبة, الهدف منها التعلم. هواية من طرائق التدريس التعلم عن طريق اللعب, يعني يخلون الطالب أو الطفل بصف خامس ابتدائي هو يستمتع بال, يسوي له درس على شكل لعبة ومستمتع بيها, مو كأنه بس يقرأ وهذه, مستمتع بيها وبنفس الوقت أثناء الاستمتاع مالته الفان مالته هو دا يتعلم. فالتعلم عن طريق اللعب هاي من أحد طرائق التدريس الحديثة, التعلم عن طريق اللعب. هنا اللي مسوينا هاي المتاهة أرقام من 1 إلى 12 وكل رقم له نقاط. يعني مثلا هنا طبعا راح تصير اللعب, هاي اللعبة راح تصير بين يعني pair work, يعني زوجين, يعني طالبين كل اثنين يلعبون سوا. انه مثلا طالب يقول مثلا يختار رقم من هاي الارقام, يختار مثلا 1, نشوف ال1 لو نتبعها. هسه هاي ال1 لو نتبعها شوف شنو, وين تودينا؟ لهنا تودينا. You win 2 point. اذا اذا اخترت رقم 1 يعني السؤال رقم 1, يعني اذا اجاوبت على سؤال رقم نمبر 1 راح تحصل 2 points, نقطتين. اوكي مثلا واحد طالب يقول اختار رقم 2, رقم 2 باو انت تبع ويا مالت الخط وين وصلنا لنا. You win 1 point, راح تختار من عفوا من جاوب على السؤال رقم 2 راح تحصل نقطة واحدة. يعني هسه حصل اللعب بالتبادل, مرة واحد كل واحد كل مرة طالب يقول انا اختار مثلا رقم 3, الاخ يسألوه ويجاوب, شوف 3 ايش قد يحصل, كم نقطة حصل نتبعها. حصل you win 3 points, حصلت على 3 نقاط. الطالب يقول مثلا أنا راح أختار رقم 9, 9 نتبع 9 أشوف إيش قد. sorry you lost 1 point, من وصلنا لسؤال 9 يعني إنه أنت راح تخسر راح تخسر نقطة من رصيد النقاط مالتك. أوكي فهذه كل طالب كل واحد طالب يختار رقم ويشوف الرقم هذا إيش قد يحصل به, وبعدين يسأل نسأل أسئلة ويجاوب, المفروض يجاوب عنه. يعني إذا يجاوب على السؤال اللي اختاره راح يحصل نقطتين, إذا ما جاوب ما يحصل نقطتين. أوكي فإحنا هاي كلعبة, هنا أنا you win 2 points, أنت تأخذ تفوز بنقطتين. you win 1 point, you win 3 points, 3 نقاط. sorry you lost 1 point, للأسف خسرت نقطة. you win 4 points, أنت هنا بهذا السؤال
تربح 4 نقاط. بعدين ما ادري يا سؤالنا شوف انت هذا هنا شوف يد يا رقم متبعه. سؤال رقم 8 sorry you lost 2 points، اسف انت خسرت نقطتين. وهكذا هسه احنا هاي اللعبه شرحناها، بس هسه احنا راح نحل الاسئله وانا حاجيكم اياها هنا. وهي اسئله طبعا مهمه يعني كلش طالبي يعني يقراها كما هي يحفظها واملائها. اي صوره من الصور تجيبكم اياها المدرسه انت تكون المفروض عارفها. السؤال الاول نمبر 1 what time is it، what time is it، ما الوقت؟ حط لي رقما مطلوب عندنا كتابه. نقول it's 3:30، it's 3:30 انها ساعه 3:30. السؤال الثاني answer the questions with yes، يقول لك اجب على السؤال بيس مو بنو. السؤال يقول does she go shopping on Sunday، هل هي تذهب للتسوق في الاحد؟ يطلب من عندي اجاوب يس. طبعا ما دام سالنا بدز نجاوب دز، فنقول يس شي دز. هاي قلتكم اياها هواي بدروس سابقه. يس شي دز. بع دز شي هي العباره ولو لان ماكو مجال احله طبعا حتى اشوفه. يس انا دز شي، شوفوا دز شي. يس الشي نخليها بالبدايه نقلبها، مو دز شي نقلبها شي دز. يس شي دز. question النقطه 3.3 يقول change into questions، يعني غير الى سؤال. جمله سوي ليها سؤال، جمله تقول مستر هادي cleans the cage on Tuesday، يعني السيد هادي ينظف القفص في يوم الثلاثاء. السؤال راح يقول اول شيء نقول ماذا ينظف مستر هادي يوم الثلاثاء. هيك اسال واحد يفكر سيفكر حتى لو بالعربي، مستر هادي ينظف القفص في يوم الثلاثاء، ماذا السيد هادي ينظف في يوم الثلاثاء؟ ماذا شنو وات؟ زين انا قبل ما ورا الوات لازم اشوف يعني، وحتى يعني هاي خلوها قاعده يعني دائما ببالكم، من تشوف سؤال وتريدي مطلوب منك تجاوب عليه لازم مو بس تعرف الجواب، انت لازم تشوف زمن السؤال، زمن السؤال بيا زمن مضارع مستمر مضارع بسيط حتى تجاوب بنفس الزمن للسؤال. وكذلك الجملة، هسه هاي الجملة ويقول لي هاي الجملة حولها إلى سؤال، أنا يعني نفس الزمن الجملة باوعها بيا زمن، زمن ال present simple مضارع البسيط. شلون عرفت؟ مستر هادي فاعل وراها رأسا clean فعل، ماكو فعل مساعد وراها، مستر هادي كلين، مش ضايفين للفعل اس الشخص الثالث، تمام مستر هادي. فأنا أعرف سؤالي راح أسوي سؤال بزمن أيضا البريزنت سمبل المضارع البسيط وات. زين احنا دائما الأفعال المساعدة اللي شرحتكم إياها بداية يونت 1 لسن 1 أتذكر، الفعل المساعد نستخدمه بالبريزنت سمبل يا أما دو أو داز. دو إذا كان الفاعل عندي I, you, we, they، وداز إذا كان الفاعل مالتي هي شي إت. أنا الفاعل مالتي شنو؟ مستر هادي ضميره شنو؟ هي، فأختار داز. What does؟ What does مستر هادي؟ أو نقول هي مو إلا مستر هادي. What does مستر هادي do؟ هنا دو ثانية مو دو مال دو داز، لا هذا الفعل الرئيسي. يعني ماذا السيد هادي فعل؟ العفو يفعل، يفعل on Tuesday في يوم الثلاثاء. جواب مالته مستر هادي cleans the cage on Tuesday. اوكي وحتى لو ما تعرف مثلا يعني تقول ما اعرف ان اختار دو لو داز انسل ضمائر الفاعل وشي، انت من تشوف الفعل بي اس، الفعل بي اس بالسؤال لازم تخلي داز، لازم تخلي داز. او بالعكس اذا كان سؤال عندك بي داز لازم تنتبه تخلي للفعل اس، يعني ملخص الحكي، شفت داز بالسؤال خلي للفعل اس، شفت الفعل بي اس ويقول لك سوي سؤال حط اسال بداز. اوكي فور reorder the questions and answer it، يقول لك رتب
السؤال and answer it. هاي أخذناها هو مال ترتيب هو مال ترتيب الجمل أو الأسئلة. رتب السؤال وجاوب عليه. السؤال شي يقول like is a dolphin what؟ إذا سألني بوات ورا الوات شي خلي أنا هاي قلت لكميها مرة ورا الوات أحط الفعل المساعد. شنو الفعل المساعد؟ مو واحد يقول do does لا هنا هو مطيني اياهن أربع كلمات وأرتبهن أسويهن على شكل سؤال حاط لي question mark. What is حدكم يا هياته. What is a dolphin like؟ ماذا الدولفين يبدو؟ كيف يبدو الدولفين؟ وكيف يبدو الدولفين؟ What is a dolphin؟ حاط لي لا like is a dolphin what؟ أقول what is a dolphin like؟ ماذا حتى لو هاي رتبها أسويها جملة بالعرق دماغي. ماذا الدولفين يبدو؟ شنو ماذا؟ what؟ انتبه ورا الوات احط فعل مساعد. شنو عندي حاط ليها؟ از حط از الدولفين. الدولفين انزلها لايك يبدو وكويستشن وان وكويستشن مارك علامه السؤال ويقول لي اند انسر ات واجاوب عليه. انتبهوا عليها يعني ماما انتوا هنا اكو هاي طلاب مثلا ري اورد ذا كويستشنز اند انسر قراها افتهمها سوى السؤال ونسى يجاوب يعني نسيت الجزء الثاني من المطلوب من عنده يقول لك انسر جاوب فانا بشي حالة ما تاخذ درجة كاملة على النقطة. يقول لك جاوب على هذا السؤال. سويت سؤال what is a dolphin like هواي اخذنا صفات على الدولفين وتكررت هواي it's it يعني هنا قلت it's اني يا اما نقول the dolphin عفوا a dolphin is ماكو داعي نقول a dolphin is نقول ضميرة دولفين غير عاقل فنحط ضميرة it مفرد وهاي الإز الفعل المساعد سألنا بيه بالسؤال نفسه ينزل بالجواب فصار it is اختصارها it's friendly and intelligent هو ودود وذكي. طالب يقول friendly أنا ما أعرف املاءها ولا intelligent هاي تجي منين؟ إيش قد كتبنا تمارين من يونت وان لسن حلينا تمارين من يونت وان بيونت عفوا من لسن وان بيونت تو لحد هذا اللسن تكررت الفريندلي وانتليجنت كلش هوايه فذلك انا مش اقول لكم ان تكتبون انت تكتب بتركيز ومتهجي وتحاول تباوع الكلمه مره واحده وترجع تكتبها حتى الكلمه شيء تدريجيا اوتوماتيكيا انت تحفظ الاملاء مالته وحتى لو مطلوب ومفروض طبعا المدرسه مالتكم امتحانكم باملاء فبيجي حاله يكون من جد حل راسا سهل عليك لانك هوايه كتبت كلمه فريندلي وهواي كتبت intelligent كلمة وكتبتها بطريقة صحيحة مثل ما علمتكم أني مو تنقلها F باوع ها R خلنا نقول R I ننزل I E لا أباوع الكلمة أقراها تهجاها مثل طريقة look say cover and check وهكذا. نقطة خمسة complete the adjective اكمل الصفة حاط لي D و J و O يعني نحذر اي صفه تبدي بحرف الدي ونصها جي هي دنجرس حالتكم اياها كل فراغ يعني قابله لازم حرف واحد دنجرس. بوينت 6 النقطه رقم 6 ري اور ذا كويشنز اند انسر ات ايضا مثل هاي الرقم 4 رتب السؤال وجاوب عليه ادنا فروم وير You are هاي سهلة from من where أين you أنت و are فعل مساعد فشي يكون السؤال أول شيء ما دام حاط لي سؤال question mark أذن أبدي بداية الاستفهام هي where أين وراها شنو لازم فعل مساعد أباوع شنو عندي فعل مساعد مطيني are مو تقوم تخربط تقول أحط دو أحط داز لا أنت سهلة هي مطلق إياها مذني وأنت بس رتبها بس يقول لك رتب مو تكون من عندك فwhere وراء الفعل المساعد are الفاعل you وبعدين تكملة الجملة from where are you from حالتكم إياها where are you from كل سؤال قلت لكم be you جواب I am I'm from أنا و from أنا أخذها من السؤال I'm from Iraq والعراق إحنا هواية كتبناها وتدربنا على إملاها ونحط الفلستوب نقطة 7 make the sentences negative with not يعني اجعل هاي الجملة نيجاتيف منفية بيش with not استخدم not Mr. Hadi feeds the animals السيد هادي يطعم
الحيوانات. سويها من في، يعني لا يا معناتها ما السيد هذه لا يطعم الحيوانات. زين احنا النفي دائما النط، انتبه النط من هيصير نفي، ان في مو ويا الفعل المساعد مو ويا الفعل الرئيسي. زين انا ادي الجمله مالتي هذه جمله بزمن البريزنت سمبل، المضارع البسيط، فاعل وفعل والاس الشخص الثالث. ما دام اس الشخص الثالث الفعل المساعد مالتي داز، اذا اقول مستر هادي doesn't حطيت على النط وين doesn't feed، لا يطعم the animals، واشيل الاسباء وشلت الاس مال الاس الشخص الثالث. ليش؟ لان بالسؤال وبالنفي يرجع الفعل الاصله مصدر، فما ما نضيف لاي اضافات. الفيل وحده يطعم every day، طبعا يوميا. نانا مستر هادي feeds the animals every day، مستر هادي doesn't feed the animals every day. Point 8. What time is it؟ ما هالوقت؟ نحطنا رقما اكتب كتابة. It's 9:15. الساعة 9:15. 9. Complete the verbs، يعني اكمل الأفعال. حط بحسب الفراغ هنا W و H. Wish يعني تمنى. C و K وحط انك فراغين. Cook يطبخ، يعني قال لي verbs أفعال. وش يتمنى وكوك يطبخ. 10. Change into a questions with when، يعني غير السؤال، يعني غيرها إلى سؤال. Change into question، غيرها إلى سؤال. With when، استعمل when. أنا ليش أقول المعاني هم من ضروري؟ شنو معنى when؟ يعني متى. قول where يعني أين، when يعني متى. هنا sees her friend on Friday، هنا رأت صديقتها في يوم الجمعة. أيضا جملة بزمن present simple، المضارع البسيط، فاعل وفعل، ماكو فعل مساعد بيناتهم. حطي لي أس الشخص الثالث ويا الفعل سيارة. ليش؟ لأن الفاعل مالتي she شخص ثالث. هنا sees her friends، رأت صديقاتها on Friday، في يوم الجمعة. راح أسوي هاي الجملة، أسويها سؤال ويقول لي استعمل وين، متى. يعني أسويها متى من متى، لازم ما أقول الوقت، الفترة الزمنية أو اليوم. متى هي رأت صديقاتها، هو يقول لي استعمل متى، سويها متى هي رأت صديقاتها، متى نقول وين. زين فعل مساعد، انا الجمله ما عاد اصلا ما عندي فعل مساعد، مو سمبل بريزنت، لكن عندي اس الشخص الثالث قلنا. اذا بالاسئله مال دبليو اتش استعمل داز. ليش داز مو دو؟ لان عندي اس الشخص الثالث، استعمل داز. واذا ماكو اس الشخص الثالث استعمل دو. وين داز شي، اين هي، سي رات هير فريند صديقاتها، باو السي شلت الاس من ادهم. عندي اشرح تقريبا شبه مختصر، يعني يمكن لو لا مطول، بس احنا هذا سبق وان شرحناه، لان هذا اخر درس باليونت 1 باليونت 2 العفو، وهذا سبق وان شرحناه. When does she see her friends، متى هي رأت صديقاتها. حتى الطالب يعني حتى لو يقول انا شلون اعرف، ما اعرف ست انا يعني ارتب الجمله، انت سويها بالك بالعربي تقول. بس اهم شيء قلنا احنا المعاني ضروري، المعاني بشوف حتى بالقواعد المعاني تخدمك شويه. من تعرف وين معناتها متى، وتعرف معنات هاي الجمله، هنا رأت صديقاتها في يوم الجمعه، ويقول لك اسال متى، متى هنا رأت صديقاتها، هنا رأت صديقاتها في يوم الجمعه. اذا متى وترجم عاد، اخذ متى شنو وين، فعل مساعد ما عندي، باوع الاس الشخص الثالث فاحط داز، احط هنا لو احط شي كيفي نفس الشي. وين داز شي، متى هي رأت، شنو رأت، سي احط السي بس اشيل الاس، لانه هاي قواعد ومعلومات اساسيه لازم انتبه لها واتذكرها. بالسؤال وبالنفي يرجع الفعل اصله بدون اي اضافه، اشيل الاس. سي هير فريند كلها اخذها من السؤال، هير فريندز
Okay. 11. Answer the questions. اسأل العفو أجب على السؤال. What is a shark like? ماذا القرش يبدو؟ It's a dangerous. إنه خطر. حتى نقول ممكن نقول a shark is a dangerous. ماكو داعي كل ساعة نقول إيد نفس الاسم. نطير الضمير مالته. الشرك هو مفرد غير عاقل ضميره إت. وإز هو سألني بإز فأخلي إز هنا. يعني سألني بإز أخلي إز. فصير it is. اختصرها it's. It's a dangerous. وأقول adjective مالته الصفة. 12. Answer the questions. أجب على السؤال. What time do you get up? What? ماذا? Time. الوقت. Do you? أنت. Get up. تنهض. واو. سؤال بيا زمن. سؤال بزمن present. المضارع البسيط. سألني بدو. What time do? معنات مو نقول what was what does. أنا سمو قلنا what does. ممكن what does what do حسب الفاعل. ليش سألني بدو ما سألني مثل هاي بdoes؟ ليش؟ لأن you الفاعل مالتي you. قلنا I, you, we, they تأخذ do. He, she, it تأخذ does. فهنا لما قلنا what does عندنا نحكي على she هي. أنا العفو نعم she هي العفو هو مستر هادي. تمام. وهنا does does she she هي فاستعملنا does. وهنا مستر هادي همين ضميره هي فاستعملنا does. لكن أنا what time do you you أنت في الآي واليو والوي they فعل مساعد مالتهم بزمن ال present simple هو do. What time do you get up؟ ما الوقت اللي أنت تستيقظ به؟ فكل سؤال قلنا به يو جوابه شنو؟ I. أحط آم هنا؟ لا ما أحط آيام غلط أصلا. من تيجي تحط آيام الجملة كلها كروس غلط. ليش ما أحط آيام؟ لأنه ما قل لي آر وقال لي يو آر أقول آيام. Where are you from؟ مثل هاي باعه. Where نسوي السؤال. Where are you from؟ هاي Where are you from؟ قلنا I am. You صير I والR واليو صير I والR ما نخلي اليو تأخذ R لكن الI إيش تأخذ؟ تأخذ am. إذا خلينا فعل مساعد. أوكي لأن سألني هنا فعل مساعد. لكن هنا الفعل المساعد هو أصلاً يعني إحنا جايبين لأنه present simple. فأقول I أقول I get up ما أقول I am غلط. ليش؟ لأن سألني بدو مال present simple مضارع بسيط. فما خلي آم. هاي سألني are you أقول I am. سألني فعل مساعد عادي. Okay. I get up أنا أستيقظ. At فراغ كل واحد يقول الوقت. At 7 o'clock. At 6:30. At 6:15. And so on. Okay. تقدرون تأخذون صورة للحل ولو شوية محاشق بس يعني حتى لو تسمعون إذا الكلمة مو واضحة عندكم من تسمعون الصوت مالتي تقدرون تكتبون الكلمة أنتوا الحل. Now open your activity book page 35 صفحة 35. My new words كلماتي الجديدة. Exercise C. What are the new words you know؟ ما هي الكلمات new جديد new words الكلمات الجديدة you know اللي تعرفوها. Write 60 new words اكتب 6 كلمات جديدة here هنا and remember them وتذكرهم. هاي الكلمات يعني هو يقصد بها شنو الكلمات الجديدة اللي اخذناها باليونت 2 كله من lesson 1 لحد lesson 7. فهواي كلمات انا كتبت لكم يعني 6 وتريد تغيرها انت تقلب البيوبل والاكتيفيتي مالتك ممكن تغيرها يعني كيفك. اي كلمه تعتبرها شيء جديده بس بيونت 1 اخذتها وما اخذتها سابقا ممكن تكتبها. فانا كتبت جريدي جشع جوز جو يذهب جوز. وهاي الجوز ايضا اللي اخذناها بالتدريب مال الاملاء مال الاربع كلمات اللي نكتبها بالرايت 1 بالكتاب الاولى رايت 2 رايت 3 ذكروها. جوز داز ايضا ليدي بيرد خذنا مال الدعسوقة الخنفساء. ديزيز مرض. أدولت بالغ أو ناضج. فهاي كلمات 6 وتذكرهم دائما. ممكن يعني طالب حتى يتذكرهم ممكن يسوي عليها جملة هيك من عنده
وايد على يعني احنا اخذنا اليونت هواي قلنا جمل اللي قريجي طينا اي حيوانات ليدي بيرد ديزيز يعني قد ما واحد طالب دائما يقرا ويصير عنده مفرداته هواي يقدر يكون جمله من عنده. فحتى تحفظ الكلمه زين والصفه تحفظها او اي كلمه من هاي اللي كتبتها اني ممكن تسوي عليها جمله حتى تبقى ببالك. لان هاي تسوي عليها سؤال طبعا الدرس دير بالك هاي تسوي عليها سؤال وهكذا. عندنا الاكسرسايز دي ريد ذا بازل اقرا الحزورة أو المتاهة عفوا متاهة هي حزورة بازل كان يوكاس تقدر تحزر هاي هم تجيك مياه يعني تجي هم من معلومات وتقول الحيوان. حلينا من هذا التمرين هواية. This animal is a very big fish. It lives in the sea and it is very dangerous. What is it? إيش يعني مو يعني قلنا يعني لازم أفهم اللي يقول لي زين حتى أتأكد من إجابتي وأختار الحيوان الصحيح حسب ما يعني إحنا أثناء قراءتنا هواي عرفنا يعني كل حيوان عرفنا تقريبا صفاته. يقول لك هذا الحيوان is a very big fish يعني سمكة جدا كبيرة. It lives إنه يعيش باعوا it lives أرجع أعيد it lives أس الشخص الثالث it فاعل it ماكو فعل مساعد هي جملة أصلا هاي جملة بتبين present simple دا عيد present simple أثناء حل التمارين حتى خاف أكو طالب لسه شوية يخربط وهاي أخذوها قاعدة من عندي يعني دائما أني من نحل تمرين أي شيء تمرين إحنا present simple شرحناه من يونت من lesson one بس كل ما صادفنا يعني صادفنا شيء على present simple احاول اذكركم به وبهيجي حاله دائما اتذكره ودائما انتبه عليه ودائما ايش ناخذ قواعد جرامر مر علينا بجمل غير على غير موضوع ونستذكره ونحاول حتى تبقى بالنا المعلومه وما ننساها ابد حتى نهايه السنه ان شاء الله او حتى مراحل متقدمه بالدراسه. ف it lives اس الشخص الثالث ليش مؤسس جمع لأن هو هذا live فعل والأفعال لا تجمع إذا هاي الأس مو أس الجمع أس الشخص الثالث. ليش حطينا أس الشخص الثالث؟ لأن عندنا الفاعل it جملة زمن present simple مضارع بسيط فاعل وفعل. ليش قلناها بزمن مضارع present simple مضارع بسيط؟ لأن نتكلم على شيء ثابت حقيقة ثابتة يعني الحيوان هو يعني قابل الفيش البيج فيش اليوم يعيش في سي سي يعني بحر وباكر يعيش على اليابسة لا هو في شيء ثابت وما يختلف على الاثنين انه الاسماك والحيوانات البحريه تعيش في البحر فما دام حقيقه ثابته فنقولها present simple. It lives in the sea هو يعيش في البحر and it is very dangerous انه جدا خطر. What is it but what is it فيت it's a shark انه القرش. سألني بمفرد what is it فجاوب what is it اجاوب شنو it is أقلبها it is هاي it وهال is هاي مختصرتها آني فصارت it's الشرك. Two. These animals live together in colonies. نانا live شو ما حطوا s نانا lives حط هذا live مو يعيش وهذا يعيش ليش هنا نانا live حطوا له s ليش هنا ما حطوا له قبل live ليش لأن حسب الفاعل هذا الفاعل قلنا الاس منه مال الشخص الثالث مال هي وشي وات هاي عندي ات هسه لكن these animals جمع هؤلاء الحيوانات اذا ضميرهم شنو they والthey مو شخص ثالث فما نحط ما تحط اس الشخص الثالث فاعل وفعل. اوكي these animals live together هذه الحيوانات تعيش سوية in colonies فاحنا اخذنا colony كانت هنا شنو اكو كان واي ذكروها كولوني مستعمرة جمع هالحيوانات هواية فمستعمرات تصير جمع الكولوني حذفنا الواي وضفنا اي اي اس هاي اي اي اس مال الجمع مو مال شخص ثالث شو عرفنا ان هذا كولوني اسم والاسماء تجمع اوكي فان كولونيز فالكولوني هسه يعني هيجي حاله هسه ما قلتلكم اياها مباشر بس الطالب بالانتباه اثناء القراءه عرف مره قرا كولوني ومره قرا كولونيز فمن يجيب لك في المدرسة سؤال إملاء كولوني مثلا مفرد يجيب لك كلمة
مفرد وجمع، بعدين تعطيك كلمة أيضا مفرد وتسويها جمع، فتقول لك كولوني. شنو جمعها؟ أنت منتبه وقاري هيك يعني أقرأ، هاي تجيب ليها أم لا؟ ممكن تقول لي كولوني كولونيز، أحذف الواي وأضيف أي إي إس. There are more than 12,000 types in the world. يعني يوجد أكثر من 12,000 نوع types نوع in the world في العالم. What are they؟ ما هم؟ They are ants. هم النمل. شو عرفنا نمل؟ من الكولونيز. يعني أنا دائما أقول لازم أكو شيء بالجملة أو بالعبارة أو بالسؤال يدليني على الجواب الصحيح ويخليني أختار الجواب الصحيح. هذا منه يعرف ويختار جواب ليفكر صح ويقرأ الكلمات والجمل ويترجمها بالعربي ويفهمها. فمن يقول يعني كثير من الحيوانات تعيش سوية إن كولونيز، إذا كولونيز مستعمرة، بس إحنا نقول حسب ما أنا قرأت وتعلمت إنه بس ويا النمل استعملنا كلمة كولونيز، كولوني مستعمرة بس ويا النمل ويا النحل وال العنكبوت ما استعملنا كلمة كولوني، تمام؟ فهاي كولونيز هي الإشارة إنه تختار تخليك تختار كلمة أنس. زين ليش ما قلت it is مثل هذه؟ وهنا أنا قلت it's a shark، ليش ما قلت it's an ant؟ لأن سألني بعض بجمع what are they؟ انتبه يعني طالب مراتي مثلا what is it؟ it's a shark، it's الأسئلة هي جواب it's ant، it's a يعني it's ant، بس بينما هو سأله مو بال it is، سأله بال are they. فما دام سألني بجمع are they، فشي يصير جوابها they أول شيء وبعدين are. they والار اني مختصرته وحاطين كما they are ants وحط اس جمع they are ants. ننتبه. Point 3. These have 8 legs and make sweeps to catch insects. يعني هم يملكون 8 سيقان and makes ويعملون webs قلنا شبكات to catch insect ليصيدوا الحشرات. What are they؟ ما هم؟ انتبه سألني جمع What are they؟ أقول they are أقلبها they are. منو شو اختار؟ شلون عرفت spiders العنكبوت؟ لأن عندي كلمة webs هاي الشبكات. حتى واحد طالب يقول أنا يعني جزء ما كلش حافظ ات ليكس هاي الليدي ليدي ليدي بيرد لو بيز لو فلايز ما كلش حافظها، بس اكو بعد اكثر اشاره على انه نختار السبايدرز هي الويبس الشبكات. من تصنع مثل الشبكات شبكه مثل شبكه خيوط هي السبايدر العنكبوت. فاقول سبايدر لو سبايدرز سبايدرز اس جمع. ليش؟ لان سالني بجمع وات ار ذي، هنا قال لي these have 8 legs، تمام؟ هم يملكون هاف أخذ، ما قال has have يعني مال they. Point 4. These insects are very helpful to humans. هذه الحشرات are very helpful كلش يعني تساعد to humans للبشر. They make هم يصنعون honey العسل for us لنا، us يعني لنا نا ضمير مفعول به طبعا هاي نا to eat لنأكله. من يصنعون العسل؟ what are they؟ they are what are they ما they are أقلبها they are peas. ما أقول peas جمع لأنه ده يحكي لي بجمع. these insects هذه الحشرات are very helpful to human. حتى لو طالب ما يعرف شنو humans نساها يعني البشر. helpful مساعدة أخذناها قبل بالactivity أي helpful يعني يساعد. حتى لو ما عرف helpful مساعد هاي honey، بس كلمة honey قدامك for us to eat أنت تأسن إشارة honey إشارة إنه تعرف الحشرة هي الحشرات هي peas. أوكي فهاي الصورة اللي تقدرون تأخذون صورة للحل حتى تدربون عليها بالامتحان وبالتحضير اليومي. لهنا انتهى درسنا.
من يونت 2 لسن 8 تهدرسنا. Thank you very much and good luck.